اختتمت فعاليات مؤتمر جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة المجتمع. المؤتمر توج بتوزيع الجوائز على الجهات الفائزة كي تكون نموذجا يحتذى به في قطاعات حكومية وخاصة. لترسيخ مبدأ التميز وفي إطار حرص الدولة على دعم مؤسسات المجتمع المدني، أقامت جمعية العلاقات العامة جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء. إن الرعاية السامية للجائزة دليل حرص صاحب السمو أمير البلاد على دعم مؤسسات المجتمع المدني، كما أنها دليل على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمع المدني في بناء الوطن. ويطيب لي أن أشكر جمعية العلاقات العامة الكويتية على جهودها المتميزة في المجتمع وعلى هذه الجائزة التي ترسخ مبادئ التميز في خدمة العملاء والعلاقات العامة، خاصة أن هذه المهنة تعتبر من أهم المهن في العالم كونها تتطلب مهارات وخبرات خاصة ولها علاقة بالتواصل المباشر مع الجمهور. كما أود أن أشير إلى أن جمعية العلاقات العامة تعتبر من جمعيات النفع العام التي لها نشاط ملموس وتعمل بشكل مستمر، متمنى يكون هذا العمل الدؤوب والسمة الغالبة بين كافة جمعيات النفع العام. تكريم الجهات الفائزة بالجائزة جاء نموذجا يحتذى به للقطاعين الحكومي والخاص وحافزا على الاقتداء بتلك الجهات. هذه الجائزة ولدت كبيرة وحظت برعاية سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو الأمير الذي يحرص دائما على رعاية ودعم أبنائه الشباب أصحاب المشاريع الهادفة. ومن هنا من هذا الصرح الحضاري الكبير الذي يعتبر أكبر مشروع نفذته الكويت في الحقبة الأخيرة، والذي شرفنا بأن نحتفل اليوم بختام هذه الجائزة فيه، أقول هنيئاً لنا بعصر الإنجازات الكبيرة. خدمة العملاء تعتبر من أهم المهن في العالم كونها تتطلب مهارات وخبرات خاصة ولها علاقة بالتواصل المباشر مع الجمهور. وعلى الحويدر، تلفزيون دولة الكويت.